التصويت على اللائحة الأساسية للنادي الأهلي المقرر انعقادها يوم 28/9/2018. التصويت على لائحة النظام الأساسي هو الحدث الأهم حالياً في تاريخ النادي لتحديد مصيره ومستقبله، وعشان هو ده القانون اللي هيلتزم بيه كل الأعضاء وكمان العاملين في النادي وأولهم الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، قررت الإدارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الإدارة توفير كل التسهيلات لكل الأعضاء في كل مراحل عملية التصويت. وفرنا وسائل انتقال آمنة ورقية عشان توصل الأعضاء من كل فروع النادي إلى فرع الجزيرة، وبعد التصويت هترجعهم تاني إلى فروع النادي على مدار اليوم. وكمان خصصنا 4 جولف كارتس داخل النادي عند بوابات الدخول الثلاثة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في التحرك داخل النادي. ولتسهيل الحركة داخل النادي تم تحديد 3 خطوط سير للأعضاء من جميع البوابات إلى خيمة التصويت. وكمان وفرنا شباب من أعضاء النادي لمساعدة الأعضاء في أي استفسار، هيبقوا موجودين في كل مكان في النادي إلى جانب أكشاك اعرف لجنتك اللي هتكون موجودة عند البوابة الرئيسية والبوابة الشرقية للنادي. وكمان هيكونوا موجودين عشان يستقبلوا الأعضاء عند خيمة التصويت للرد على أي استفسارات تخص طريقة الوصول للجان وطريقة التصويت ورقم اللجنة المخصص لكل عضو الموضح في كارنيه العضوية. داخل الخيمة هيكون فيه لوحة استرشادية توضح أماكن اللجان وأرقامها عشان كل عضو يعرف مكان لجنته، مكان منصة القضاء اللي هيقوموا بالإشراف على عملية التصويت، المداخل والمخارج ومخرج الطوارئ لتسهيل الحركة داخل الخيمة أثناء عملية التصويت. أول ما العضو يدخل الخيمة بيسجل دخوله ويتجه للجنته وبيسلم مندوب الجهة الإدارية بطاقته الشخصية وكارنيه العضوية وبيستلم بطاقة التصويت عشان يقول فيها رأيه، وبعدها يروح للصندوق عشان يحط فيه بطاقة التصويت. وقبل ما يخرج من الخيمة هيستلم البطاقة الشخصية وكارنيه العضوية، وعشان نبقى عارفين الوصول إلى النصاب أو العدد القانوني لاعتماد الجمعية العمومية هو 12500 عضو، وعشان كده لازم كلنا نشارك عشان مصلحة نادينا.